موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، حياكم الله. أفاد القيادي بمجلس شورى ثوار بنغازي جلال مخزوم قناة النبأ باستشهاد 4 من بينهم طفلين وجرح 5 آخرين من العائلات المحاصرة. مخزوم أوضح أن الشهداء 4 هم طفل ووالديه وطفل من عائلة أخرى هدمت عليهم منازلهم جراء قصف جوي استهدف منزلين بقنفودة، ومضيفا أن القصف الجوي استهدف أيضا منزلا يقيم فيه أفرادا من العمالة الأجنبية سودانيو الجنسية. هذا وكان مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي أكد أن طائرة أجنبية من نوع بريديتور وشنت غارة بست صواريخ شديدة الانفجار على قنفودة. المصدر أوضح أن الغارة الليلية تسببت في هلع العائلات العالقة في منطقة، خصوصا وأنها تسببت في مقتل عائلة كاملة، حين تجدر الإشارة إلى أن طيران ميليشيا حفتر والأجنبي الداعم له لم ينفذ ليومين أي غارة على مناطق سيطرة مجلس شورى ثوار بنغازي. اتهم حرس المنشآت النفطية التابع لجدران ميليشيات حفتر بقتل أحد عناصره وجرح آخر في إطلاق نار على سيارته وخطف ثالث. الجهاز اتهم ما تعرف بالقيادة العامة التي يرأسها حفتر بمحاولة نقل نموذج بنغازي إلى جدابية، داعيا أهالي المدينة للعمل على وأد ذلك والاتعاظ مما يحصل في بنغازي، ومجددا اتهامه حفتر بتدمير بنغازي والاعتداء على النساء وهدم البيوت والخطف والقتل والعمل لصالح دول أجنبية. أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات البنيان المرصوص دخولها للفندق الرئاسي وتمشيط منطقة القصور القريبة من ميناء سرت. يأتي هذا فيما قالت مصادر لقناة النبأ أن قوات العملية اشتبكت مع مجموعات تنظيم الدولة في الحي رقم 1 والحي رقم 3، فيما تجدر الإشارة إلى أن قوات البنيان المرصوص سيطرت في وقت سابق على مواقع وسط المدينة. ختام الموجز، إلى اللقاء.